أنتم الآن في نشرة الموجز. نددت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب استمرار الاضطهاد السياسي الذي يتعرض له المؤرخ والناشط الحقوقي المعتم منجب والنشطاء الستة المتابعون معه في إطار ملف ما يعرف بالمس بسلامة أمن الدولة الداخلي. وجاء في بلاغ أصدرته الهيئة بالتزامن مع انعقاد جلسة رقم 40 لمحاكمة معتم منجب والنشطاء الستة اليوم الأربعاء أن هذه الجلسة تأتي في إطار استمرار مسلسل الاضطهاد السياسي الذي يتعرض له الأستاذ منجب منذ سنة 15 و2000. وأضافت بأن الدكتور منجب حرم من حقه في محاكمة عادلة بعد أن تم الحكم عليه ابتدائيا في نفس القضية المعروضة الآن على محكمة الاستئناف بسنة حبسا نافذا رفقة الصحفيين هشام منصوري وعبد الصمد أيت عائشة وهشام خريبشي في محاكمة لم يتسن له فيها الدفاع عن نفسه حيث تم تغييبه عنها قصرا لكونه كان مسجونا ودون استدعائه أو إخبار دفاعه بالجلسة في خرق سافر لمعايير المحاكمة العادلة وللدستور والقانون الوطني والدولي. وأكدت أن هذه الجلسة تتزامن مع مواصلة السلطات المغربية منع الدكتور منجب من السفر بشكل تحكمي وبدون أي مبرر قانوني، مشددة على أن المنع التحكمي من السفر الذي طال منجب يشكل انتهاكا واضحا لحقوقه الأساسية، بالإضافة إلى استمرار حجز حسابه البنكي بدون أي مبرر قانوني مع توقيفه رسميا من العمل كأستاذ في الجامعة، وهو الأمر الذي أثر سلبا على قدرته في مواجهة متطلبات العيش والتطبيب. وجددت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب دعوتها السلطات المغربية إلى وقف مسلسل الاضطهاد السياسي الذي يتعرض له منجب وإسقاط كل التهم الموجهة ضده وضد النشطاء الستة مع مطالبتها بفتح تحقيق في كل الانتهاكات القانونية والمصدرية التي طالت هذا الملف. أعلن الأساتذة المتدربون عن وقفة وطنية على الساعة 10 صباحا من يوم الأحد 21 يناير 2024 أمام وزارة التربية الوطنية، وذلك في ذكرى ترتيبهم 7. وفي بيان تحت عنوان القمع والانتقام من المناضلين لن يثنينا عن مواصلة المطالبة بحقوقنا، قالت تنسيقية الأساتذة المرسبون إنه مع حلول شهر يناير من كل سنة تحل ذكرى العديد من خروقات الدولة في ملفهم وكذا مجازرها القمعية في حقهم، لعل أبرزها مجزرة إنزغان يوم 7 يناير 2016 حيث عمدت أجهزة الأمن لقمع المسيرة الاحتجاجية السلمية التي كانت تنطلق من أمام المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بإنزغان بطريقة همجية مخلفة إصابات دموية خطيرة في صفوف الأساتذة والأستاذات. وأكدت التنسيقية أن الوزارة قامت بترسيب 150 أستاذا من هذا الفوج يوم 19 يناير 2017 وحرمانهم من حقهم في الوظيفة العمومية وطردهم من مقرات عملهم، مشددة على أن القمع والانتقام الذي طالهم لن يثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم. وعبرت في ذات البيان عن تضامنها مع كل الموقوفين والموقوفات عن العمل بشكل غير قانوني، محملة الدولة مسؤولية خلق مضامين محضر 13 أبريل 2016 وتبعاته، وطالبت بالحل النهائي لهذا الملف بالإرجاع الفوري لكافة الأساتذة المرسبين والأستاذات الحوامل وأصحاب الشواهد الطبية إلى مقرات عملهم مع تسوية وضعيتهم المادية والإدارية بأثر رجعي. أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر عاد إلى منحناها التنازلي في الفصل الرابع من سنة 23 و2000، وذلك بعد تحسن طفيف في الفصل السابق ليصل بذلك لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008. وأشارت المندوبية في مذكرة إخبارية حول نتائج هذا البحث إلى أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 44.3 عوض 46.5 المسجلة خلال الفصل السابق و 46.6 المسجلة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية. وخلال الفصل الرابع من سنة 23 و2000 بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 87%، فيما اعتبرت 9.2% منها استقراره و 3.8% تحسنه. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في المستوى السلبي بلغ ناقص 83.2 عوض ناقص 81.5 خلال الفصل السابق وناقص 78 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فأكثر من نصف الأسر تتوقع تدهوره و 33.2% استقراره، في حين ترجح 8.9% تحسنه. عبر عدد من الصحفيين الرياضيين المغاربة عن رفضهم لتعيين إدريس شحتان صاحب قناة شوف تي في رئيسا لوفد الصحفيين المعتمدين لتغطية مباريات المنتخب الوطني المغربي في كأس أمم إفريقيا 23 و2000 المقامة حاليا في كوت ديفوار. وفي هذا السياق كتب الصحفي رياض الغازي في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه قرر عدم مرافقة الوفد الإعلامي المغربي إلى كوت ديفوار بسبب اختيار إدريس شحتان رئيسا له. وشدد الغازي على أن شحتان شخص لا علاقة له بالصحافة الرياضية، وأنه يتهم الناس بالباطل، وأنه يريد أن يعيدنا إلى زمن مقص الرقيب وأن يحول بعض الصحفيين إلى قطيع. وختم الغازي تدوينته بالقول إننا نعيش زمن التردي وزمن الفضائح وزمن التشوهات التي تسلطت على المهنة، أنقذوا المهنة وأنقذوا ما تبقى من كرامة للصحافي. من جهته علق الصحفي محمد تلاغي في تدوينة على حسابه على موقع فيسبوك على قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتعيين إدريس شحتان رئيسا لوفد الصحفيين المعتمدين. وقال تلاغي أنا من الأسماء المعتمدة والمتواجدة في لائحة الجامعة الملكية المغربية، وأنا بكامل قواي العقلية والبدنية دون ضغط أو إكراه من أحد أقر وأقول بأن رئيس وفد الصحفيين في الكان وهو مدير شوف تي في ومع كامل احتراماتي له لا يشرفني أن يكون رئيسي. مزيد من الأخبار لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك بالقناة.